تمام. انا هدفع 50,000. يفتح حل. لا لا يا معلمة لا مش كده، انا جيت ومش هحل كان لما اخد البضاعة. هو ده الكلام؟ لا 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 لا، ده مش كلام يا معلم. هو ده الكلام وانت ما تتكلمش. الله، انا هاخد 100,000 جنيه. كتير. خلاص زي ما بيقولوا الناس، نقسم البلد نصين. هو مش قالك ما تتكلمش؟ بتتكلم ليه؟ لا في دي بقى عنده حق، عشان احنا لا مؤاخذه في بيته. يبقى 75,000. فين البضاعه؟ وانا اوريك البضاعه ليه؟ هو انا كنت وافقت. الله، ما خلصنا بقى. 75,000 حلوين مش قليلين. طب فين الفلوس؟ نص ساعه وتكون عندك. لا انا مشواري ابعد، انا ساعتين عقبال ما اروح بولاق واجيب البضاعه واجي. بولاق؟ انت مكمره البضاعه بشقتك في بولاق؟ اه، امال يعني هكمرها فين؟ انا هخطف رجلي اروح لبولاق اجيب البضاعه واجي، وانت تعمل تليفونك وتجيب الفلوس، ومش هرجع على هنا غير لما اكلم رضا على المحمود قال لي الفلوس موجوده هاجي. ماشي. طب ابعت حد معاك يونسك؟ لا تشكر، التاكسي اللي هيوديني هو اللي هيجيبني. سلام يا اخويا. سلام. كده بقى 75,000 و7.5 بتوعي عمولتي 10%. تمام. كده بقى تشرب القهوه يا ابن عمي. أوامر يا مولانا. عارف فتون طبعا. يعني استناها بمكنة واقطرها لحد ما ترد الموضوع. أمين. حاضر يا معلم، أكلمك في كل محطة كمان. ماشي، سلام يا كبير، بالسلامة. هات مفتاح المكنة. رايح فين؟ مشوار ساعتين وجاي. يلا سلام. حلقة عظمة. ايه؟ اطلع لابوك بقى عصام واساله القصة دي كريستيانو رونالدو ولا مش كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو. يلا جدع. السلام عليكم. عليكم السلام. في واحدة اسمها عسلية ساكنة هنا، مش ده بيتها؟ هو دول الأرض. بس الشقة فاضية مفيش حد. هي ما جاتش اليومين اللي فاتوا دول. عسلية طفشانة بقالها شهور. انت بتسأل عليها ليه؟ انت ما تعرفش اختها فين؟ فتون غطسانة بقالها يومين تلاتة. قول لي بس انت عايز ايه وانا اريحك. ريحني بس. شكرين يا سيدي. ايه التايه ده؟ السلام عليكم. انا عايز اعمل محضر سري. خش جوه. مش فاهم. شكرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا عايز اعمل محضر سرقه. انا اتسرقت في اسكندريه، عملت محضر هناك ودي صوره المحضر. فين الشقه يا ابني؟ ها ايه المشكله؟ طيب المشكله ان مراتي سرقتني. هي اسمها هنا عسليه وفي اسكندريه اسمها زينه. عرفت منين بقى ان مراتك عسلية بتاعت القاهرة هي زينب بتاع اسكندرية؟ عرفت من واحدة كده. ايوة، مين الواحدة دي؟ واحدة ست كده بتاعت ربنا مكشوف عنها الحجاب، كانت جاية تعالج مرات اخويا يعني مبقاش فيها، فشافت عسلية دي مرة واحدة قبل ما تسرقني، ولما جت بعد كده عرفت كل اللي حصل لوحدها. والست اللي مكشوف عنها الحجاب دي اسمها ايه؟ اسمها ما هي دلتني ان عسلية دي هنا وموجودة في بولاق و اسمها ايه؟ اسمها الشيخة كوثر. الشيخة كوثر. وطبعا خدت منك 5,000 جنيه صح؟ انت مكشوف عنك الحجاب برضو يا باشا، انت عرفت منين؟ هي نصابة ومتسجلة عندنا نصابة. هي ست كبيرة كده شوية وتملي بتلبس عبايات سودا صح؟ صح.
مظبوط. نصاب. بس برضه مكشوف عنها الحجاب، هي ما كدبتش عليك. كوبانية واتعملت عليا، يعني كوثر دي معاها؟ ازاي؟ يا باشا دي ما كانتش تعرفها اصلا. وانت لما جيت تتجوزها ما شفتش في شهادة الميلاد ولا البطاقة اسمها زينب ولا لا؟ يا باشا هي ورقها كله ورع هنا في البيت لما اتحلق بيتهم في بولاق. فلما نزلت اسكندرية عملت شهادة ميلاد وبطاقة وكده وعملنا لها فيش وتشبيه. وطلعت ما عليهاش حاجة. هي مش متسجلة عندنا. طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انت هتستنى هنا معانا شويه لحد ما يجي رئيس المباحث، وبعدين بقى تبقى انت تحكي له حكايه زينب دي من الاول خالص. يا باشا انا احكي لاي حد بس غتوني. طيب اتفضل. والله العظيم سرقت صيغه مراتي كلها شقى عمري. ان شاء الله هنرجعها. والله العظيم ان شاء الله. اتفضل بس. هي من هنا انا ما اعرفش، انا من اسكندريه كنت جبتها. هنرجعها ان شاء الله، بس اتفضل هنا. الله يبارك لك. اتفضل. يا ولد الاهل. تعالي يا لبنى تعالي. بس هاي يا ستي، ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا ده؟ يعتبر اكبر مطعم في المنيا كلها. ايه رايك، عجبك؟ هاي طارق، بابا فين؟ بابا لسه ماشي. ماشي. اهلا اهلا. تعالي تعالي اقعد. ازيك يا نبيل؟ مساء الفل يا ست الكل. لحظه واحده وهتلاقي الترويزه زي الفل. هات لي والنبي النسكافيه اللي بتجيبه لي كل مره. عينيا. تشربي ايه يا لبنى، شاي ولا نسكافيه زي يا عم؟ هتلاقي ليمون. وهات لي قهوه. عينيا يا باشا. قولي لي بقى عمك ده اسمه ايه؟ هاتي هاتي، انت فضلي ماسكه الحاجات دي. هاتي يا نبيل، هاتي ورقه وقلم. عينيا يا باشا. اكتبي لي اسم عمك هنا. مساء الخير يا معالي الباشا. كل سنه ومعاليك طيب. والله يا سياده اللواء انا مكسوف منك، كل مره اكلمك ابقى عايز منك خدمه. ده عشمنا يا باشا. واحد اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي، مواليد المنيا. كنت عايز عنوانه بعد اذنك. لا لا يا باشا مفيش مشكله ولا حاجه، شايلينك للتقيل. دي واحده قريبته بتدور عليه. شكرا يا باشا. تعبك معايا. اتفضل. اتفضل. ها ايه الاخبار؟ بكره ست العنوان هيبقى عندك. نبيل هاتي القهوه بتاعتي جوه. طول يا باشا. جوه انت مش هتوصلنا؟ اوصلك انت لسه جاي. اركبي تاكسي. تاكسي؟ ما تروحوش في حته، انا جاي لكم. ها خش اعمل مكالمه تليفون وارجع. هو طارق كده على طول، بيبقى في الشغل متعصب ومش طايق نفسه. بس قولي لي ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا؟ حلو صح؟ هتتبسطي بالحاجات اللي عملناها شوبينج. جميلة. ايوه يا سمير. لا خليك زي ما انت. هي مش جاية. انا في المقطم وراجع. سلام. تبقى حلقت لنا. انا بتكذب عليا عشان تغلص مني. والهيروين مش في بيتها، في حتة تانية. انت متأكد يا البلوزة يا رضا؟ هو ده تمثال الأثر اللي انت قلت لي عليه؟ ايه وليا؟ في ايه وليا؟ انت هتولولي لي في ايه؟ مش قريبتك وانت اللي قلت سعاده. والنبي انت ما هتجيبها لبره، واخرتك هترجع السجن تاني. وجيني ما انا عدالك في البيت. في داهيه. ماشي يا رضا، ماشي يا رضا، انا هوريك. بس يلا يا سهر، يلا يا عيال، يلا يا شاهيناز، يلا يا بنت، يلا يلا يا اولاد، خلي ابوكوا في الهرم بتاعه. يلا يلا بينا، مالناش اقعد هنا. يلا غنوة، خدي. خدي ايه وزفت ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا وقاعده دلوقتي في وقت متاخر زي ده؟ ما انا عديت عليكي في البيت ما لقيتكيش، قلت اكيد تبقي هنا وزهقت. والله ده انا كنت هقوم اخبط عليكي. تخبطي عليا فين؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ مهم، هاتي من الاخر، عايزه ايه يا فتون؟ عايزه منك خدمه صغيره بس. خير؟ تعدي على علي في السجن تسالي سؤال وتاخدي الرد. ده كل الموضوع. بس انا ما اقدرش اعدي عليه يا اختي، انا بقالي كتير ما عدتش عليه. ده ممكن يضربني ويموتني ويفرج عليا امه محمد عشان خاطري يا اختي. ماشي يا فتون، هروح لعلي.
بس دي بقى اخر خدمه هعملها لك فتون. انا مش عايزه مشاكل. والنعمه اخر خدمه. انا مش بتاعت مشاكل. مش عايزه مشاكل والله. ماشي يلا بينا نروح على البيت. طب عندك اي حاجه في البيت ناكلها؟ جعانه. وانت على طول همك على لحم بطنك كده. امشي. ايه ده؟ لا يخرب بيت سنك فضحتينا. اركبي يا اختي من هنا، انا هركب الناحيه الثانيه. اركبي يا بيئة. يلا يا راي. ايه يا صلاح؟ لسه في القاهره. مش هرجع دلوقتي يا صلاح. والله يا صلاح ما هرجع غير لما الاقيها. طب يا صلاح، يا صلاح اقفل دلوقتي وسيبني شوف انا هعمل ايه. اقفل دلوقتي وسيبني انا اشوف انا هعمل ايه. يلا سلام. هي قالت لك انها خايفه تيجي تزورني؟ ايوه، وخايفه كمان تيجي لانت تضربها. اضربها؟ انت جايه ليه؟ اصل هي قالت لي اقول لك انها مش هتقدر تزور عمتك تاني ولا عمتي تزور. مين؟ انت بتهزري؟ انا ما اعرفش حاجه، هي اللي قالت لي اقول لك كده. قولي. وقالت لي كمان ان هي عندها بسبوسه من اللي انت اكلت منها قبل ما تدخل السجن. قولي تاني. فيتون بتقول لك ان هي عندها طبق كبير من البسبوسه الحلوه اللي انت اكلت منها قبل ما تدخل السجن، وبتقول لك كمان ان هي اخذته من انسي، وهي دلوقتي محتاره ومش عارفه توديه فين او تديه لمين. يا نهار ابوك يا اسود يا فتون. يا نهار ابوك يا اسود. يا عم انسي، يا عم انسي. انا تمام. فهمني بس، انت هتفضل حابسني زي الفار كده كتير؟ انا من صباحية ربنا على لحم معدتي وعلى لحم دماغي، لا عارف انزل اجيب اكل ولا عارف انزل اجيب سجاير. يا ريتك يا ابني سرقه مني قميص. انا متعور في كتير. يعني لو ما خدتهمش لحم من جدتكو احبسك بيهم 25 سنه ومحدش يسالني في حاجه. طب ممكن موزه؟ هتعمل بيها ايه؟ ده عام ما اكلتش حاجه. خد موزه. طب والنبي يا عم انسى، انا مش عايزك تزعل بس يعني برضو اكلت الموزه. شد ده انا هشبعك موز. ابو شكلك زباله وطي. اذا انت لسه ما غيرتيش؟ ما تغيري هدومك يا بنتي. مش عايزه اغير. هو ايه الهبل والعبط ده؟ هو مش انت اللي قلتي انك بايته ثلاث ايام في الشارع باللبس ده؟ مش عايزه اغير. انا حر. لا ما هو انا كده بقى هبتدي اقلق. انت بطريقتك دي محسساني انك هتفتحي الباب وتجري تهربي. فيتون فهميني كده بالراحه اول الحكايه واخرها، عشان انا لما رحت لعلي وقلت له الصيني اللي انت بعتيه معايا بصراحه كان بيتشال ويتهبد، وكنت حاسه انه هينط يجيبني من زماره رقبتي، وبرده ما رسانيش على حاجه. ولا انا هرسكي على حاجه، اديكي روحتي وخلاص. فيتون هو انا لو قلت لك ان انا مش عايزاكي تقعدي معايا هنا عشان انا قلقانه من اللي وراكي ومصايبك اللي ما بتخلصش، او انا كده ابقى غلطانه؟ طب والنعمه الشريفه، انا عمري ما عملت حاجه غلط. تبنا الى الله يوم ما اتجوزت. استني استني مين؟ طبنا مين يا اختي؟
يعني في حاجات وحاجات يعني. مهم يا اختي، انا هفضل قاعده لحد ما علي يكلمني في التليفون. لا هروح ولا حاجه ولا حد هيعرف اني هنا. خلاص برضه مش مصدقاك يا فتو. يا بنت بقول لك لما رحت لجوزك كان خلاص هينط في كرشه وهيجيب رقبتي ويقتلني. بص يا فتون، انا بصراحه زهقت من مشاكلك. من الاخر خدي الفلوس اللي انت اديتيها لي وامشي، كمان مش عايز اشوفك تاني. طب اديني الشريحه بتاعت التليفون احطها في تليفوني، واول ما علي يكلمني هديك الشريحه وامشي. لا والله هبله انا يا بت، يعني اديكي تليفوني وطقيت عنا عن الدنيا واخرب مصالحي عشان ايه؟ عشان عيونك ولا ايه؟ انا عارفاكي هتفضلي تلفي وتدوري وتلفي وتدوري لحد ما تعرفي الموضوع. انا اقول لك على الموضوع يا اختي، اصل انا معايا تمثال دهب وعاوزه ابيعه. هبتي يا بنت اللعيبه، البسبوسه الحلوه. طب والله كنت عارفه. هو لو بعته بقى البيت هديكي قرشين حلوين يرستقوكي سنه بحالها. طب بامانه كده سرقتي مني؟ خراسي الا سرقه دي، دي عمولتي في صفقه كبيره. طب بالنسبه لنصيبي في عمولتي الصفقه الكبيره لما تتباع كيف؟ مش لما بقى تنيل ابيعه؟ ها هتقعديني ولا اقوم امشي؟ ترزعي هتقعدي وهتاكلي يا اختي وهتشربي احلى كوبايه شاي. ربنا يستر عليكم وصحتنا الله يعين. هاي يا دكتور، ايه الاخبار؟ طمنا. انا شايف ان مفيش اي مشكله خالص، عضويا هي سليمه. سليمه ازاي يا دكتور؟ يعني معنى كده ان هي اللي مش عايز تتكلم؟ واضح كده، واضح ان عندها مشكله نفسيه. الكلام اللي انتوا بتقولوه بياكد كلامي. انصحكم تعرضوه على دكتور امراض نفسيه وعصبيه. ايه ده؟ يعني معنى كده ان هي مش عاقله؟ ايه يا مها؟ ايه يا مها الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش انا يا ماما اللي بقول، الدكتور هو اللي بيقول. انا بشكرك جدا يا دكتور. ميرسي. يلا ميرسي يا دكتور. يلا تعالى. بالراحة، اهدى على نفسك شوية يا علي. اللي انت بتعمله دوت مش هينفع اللي بره، وهيضرك ويأذيك وهيخليك مش هتعرف تفكر. صحيح، انا عايز افكر. حلو، هتفكر في ايه بقى؟ ان انت ممكن وانت قاعد هنا وببساطة قوي تسند اللي انت عايز تسنده بره بالتليفون. صحيح. عايز تليفون؟ اعتبره حصل. اخويا قال كمال، انزل شوف لي مين نبطش النهاردة بسرعة. فتون، ايه ده؟ فتون، انت يا بنتي. علي على التليفون، قومي. انت مقتولة. علي. 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 انت لو بتحسيش. انت نايمة وانا هتجنن هنا؟ انت عارفة عملت ايه؟ انت عارفه لو انسي مسكك هيعمل فيكي ايه؟ رجع الحاجه بتاعت انسي يا فتون. مش هيحصل يعني. بقول لك ايه يا اختي، سكه بقى شويه كده، عايزه اتكلم انا وجوزي في حاجات ما ينفعش حد يسمعها. سكه في بيتي؟ ده ايه الفجر ده؟ ايوه يا علي، اللي حصل حصل بقى. والهيروين معايا. انت مجنونه وغبيه. انا غلطانه وبنت ستينجر، بس هعمل ايه يعني؟ ما اقدرش ارجع لانسي بعد اللي عملته فيه. امال راشد فين؟ راشد معايا، شيلوني البضاعه وركبوني قطر اسكندريه وانا هربت في رمسيس. راشد ده المفروض ان انا اللي مسؤوله منه. الله، بس انا ما اقدرش عليه، ده قاتل اتنين. قول لي يا علي، هو انت يعني عندك سكه تبيع بيها البضاعه ولا ادور انا على سكه؟ معي
يا تونة يا حبيبتي، أنا خايف عليكي، والكلام اللي هقوله هو اللي هيمشي. البضاعة اللي أقولك اتمسمري عندي غنوة، ما تتحركيش إلا لما أكلمك تاني. أيوة كده، هو ده الدكر بتاعي. أيوة، حسسني إنك خايف عليا. مش من أول المكالمة دب 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 دب، مفيش إزيك، وحشتوني يا تونة. يا تنتونة، إيه يا أخي؟ هو أنا كنت بايتة في حضنك؟ وحشني كلامك يا علي. تونة، عشان خاطري ما تتحركيش، فاهمة؟ عشان خاطري. لا يا أخويا، مش هتحرك من هنا ولا خطوة واحدة، قاعدة مستني. سلام يا أخويا. دي رسالة من اللواء شعبان يا حاج. في واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، في تسع اسماء شبه اسم عمها بتواريخ ميلادهم بعناوينهم. سهل، تلات اربع ساعات نكون لفينا على كل العناوين دي، واكيد هي لما تشوف عمها هتتعرف عليه، صح؟ او وانا هاجي معاك. وانت تروح معاهم يا طارق. اروح معاهم فين يا حاج؟ انا فاضي للكلام ده. ابعت معاهم سواق. سواق؟ لا ما ينفعش يا ابني. في ايه؟ انت محسسني ان انا قاعد مع محافظ المنيا يا حاج. يعني انت عايز نسيب شغلي واقعد الف مع واحده تايهه على عمها اللي عمرها ما شافته؟ هي كلمه واحده، هتروح معاهم يعني هتروح معاهم. حاضر يا بابا. والله انت ما ينفعش غير ابوك. يعني هتيجي معانا بعد الغدا؟ بالليل لما ارجع. بالليل؟ هو انت هتعدي على الناس بالليل تسالهم انت عمها ولا مش عمها؟ ايوه يا ماما، هخبط على الناس بالليل عشان انا مش فاضي غير بالليل. خلاص يا ستي، ما انا تحت امرك انت وشاهين بيه ومرات شاهين بيه. مالكش دعوه بيا. ليه كده بس يا ام طارق؟ ده انت حبيبي. ماما مش هترضى عنك غير لما تعمل لها اللي هي عايزاه. وطبعا انت عارف انا عايزه ايه. مش ههدى الا لما تتجوز وتبقى في بيتك. طب اعمل ايه اذا كان ال 100 مليون عروسه اللي انت جبتيهم ما عجبونيش؟ وبعدين انت مستعجله على ايه؟ ما كده كده هتجوز، وفي الاخر يا ست اللي هجيبها لك هتعجبك وهتبقى على ذوقي. خلاص يا سيدي، اختار العروسه اللي تعجبك. احنا ملناش اي شرط غير انها تبقى بنت ناس ومن عيله، والعائلات اللي في المنيا معروفين يتعدوا على صابع اليد الواحده. ميل انت على اي عيله واحنا نكلمها لك. حاضر يا حاج، حاضر. يلا مدوا ايدكم كلهم. اتفضل. علي، علي. الو. يعني انت يا علي يا رؤي عايز تقول انك تغفلت؟ يعني غنوه اللي زارتك امبارح ما قالتلكش مكان البودره فين؟ انت شايلتها 3 كيلو وراشد وافقك على كده؟ ماشي، خد اقعد افتح السبيكر يا علي. هي دي الرجوله؟ تشيل مرات مخدرات وتركب العربيه مع انسي في الامان؟ يا ذكر يا عرة القرايب يا قله. طب بتشتم ليه دلوقتي يا علي؟ على فكره انسي سامعك وهو اللي شايلها الحاجه. الله، راجل معادنا عنده بيصرف علينا، عايزنا نقول له لا؟ فتون اكيد اكيد عندي خالي زينهم في شقته الجديده. غنوة قالت لي كده لما زارتني، لا ما راحتش الشقه من اسبوعين. عندي خالي زينهم اللي فتون باتت عنده ساعه جوازك. ايوه فهمت، خالي زينهم. ماشي يا علي، انت مرتني معاك انت ومراتك واختها، انا ما بيجيش من وراكم غير المصايب. تروح عند خالي زينهم ولو لقيتها ترجع الحاجه بتاعت انسي. بقول لك ايه، هي كلمه بنهي من النهارده، انا ماليش دعوه بيك ولا بمراتك. انت بتتني وبتتفرد عليا عشان انا في السجن. حاضر يا راشد، اللي بقوله تسمعه يا راشد وتنفذه، فهم؟ صح. في ايه يا علي؟ مالك في ايه؟ ما هو انت لو راجل صحيح ما كانتش مراتك بنت المجنونه عملت كده مع الراجل اللي قوينا. احنا هنقعد نهبش في بعض كده كتير؟ ايه هتخلص. ايه علي يا روي، فين؟
هطلع على هناك دلوقتي يا علي يا روي. ماشي. تعرف العلوان اللي قال عليه ابن عمك ده؟ عارفه. طيب يا علي يا روي، مش هأذيها يا علي يا روي، بس كده يبقى ليه عندكم اتنين. سلام يا وحش. صدقت بقى ان انا ما كنتش بحور عليك؟ شفت؟ ماشي يا فتون. ماشي. كابيلو، ده انت خيرك مغرقنا يا حاج. لا لا تحت امرك. لا سلم على الجماعه والاولاد. ماشي يا حاج. الله يسامحك يا حاج على اللي انت عملته فيا. مع الف سلامه. قعدت تقول لي الموضوع مش هاخد منك وقت، مش هاخد منك وقت، اديني اتبهدلت. طب كويس، ما تتبهدل تتعلم. ايه اللي حصل؟ انا جاي لك تقول لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ التسعه طلعوا ما يعرفوهاش. يعني ايه ما عرفتوش توصلوا له؟ بصراحه حاجة ما تزعلش مني، انت وامي غلطتوا غلطه كبيره قوي لما جبتوها تقعد معانا. يا ابني افهم، كانش ينفع نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها. ماشي يا حاج، بس ادينا ما لقيناش عمها. تقدر تقول لي بقى هنتصرف ازاي؟ في ايه يا طارق؟ ما هي البنت قاعده معانا هنا لحد ان شاء الله ما نلاقي اهلها. قاعده معانا فين؟ فريدي وراها مصيبه. يا ابني لا استني بس، اقعدي اقعدي. انت مش ماشيه، تعالي بس اقعدي. يا اخي خلي عندك دم، في ايه تهرج البنت كده؟ وانا هقول لك كلمه تحطها حلقه في ودنك، مالكش دعوه بيها وهي مش هتسيب البيت. البنت دي في مسؤوليتي انا، اعتبرني متبنيها. لا لا يا حاج، انا مش موافق على اللي انت بتقوله ده على فكره. انا مش باخد رايك، انا بقول لك قرار. عاجبك كده؟ استريحت؟ كسرت بخاطر بنت غلبانه؟ اه استريحت. انت ايه ده؟ ايه ده؟ ما عندكش احساس. مالك؟ مين اللي زعلك؟ ده يا في اللي ربوك. ايه ده؟ حد يفهمني في ايه؟ مين اللي مزعلها؟ اساليهم. اسالهم؟ ممكن حد يفهمني ايه اللي حصل؟ مالها ماشيه زعلانه كده ليه؟ خلاص خلاص اقعدي. عمتها والله العظيم انا مش ضدك، بس اي حد مكاني لازم يعرف انت جاي منين ووراك ايه. لا مش هتمشي، خليكي. انا هدور لك على عمك ده تاني بجد.